العين ما تعلاش عن الحاجب يا راجل. أنا رحت أمريكا عندهم مشكلة صعبة جدا. أنا دخلت الحمام ما لقيتش الشطاف، قعدت تلت ساعة معلق مش عارف أعمل إيه. وهوبا هناك عادي يخلص يروح قايم ولابس بدلة ويقول لك عندي ميتنج أنا دلوقتي. ميتنج إيه؟ دي حاجة ما تنفعش. ما تزعلي من جوزك لو في يوم من الأيام تحكي له اطلع كب زبالة ويروح ما يرجع، هو فكر حاله هو زبالة. كيف أنا ما بتحكم في أعصابي؟ بالعكس أنا بوجه كل عصبيتي تجاه الغبي اللي قدامي، بس هو مش قادر يتحكم بغبائه. طب عمرك لاحظت إنه الماسونية هي أشهر سيكريت سوسايتي أو منظمة سرية، بنعرف عنها كل إشي ولليوم ما عرفناش ولا إشي عن فيكتوريا سيكريت. I love you.